حسن القنطار، معروف في جميع أنحاء العالم برجل المطار، بعد أن أقام لمدة 7 شهور في مطار ماليزيا قبل أن يحصل على حق اللجوء لكندا. ولكن حسن القنطار انتهت قصته سريعا، ولكنه كان أحسن حظا من رجل سبقه ب30 عاما، لكن لم تنتهي قصته مثل ما حصل مع حسن القنطار، فلقد أقام في المطار لمدة 18 عاما. مهران كريمي نصاري عاش 18 سنة كاملين داخل مطار شارل دي جول بفرنسا، وتم أخذ قصته لعمل فيلم سينمائي بطولة توم هانكس. لكن على عكس الفيلم، حكاية ميرهان مش حلوة زي الفيلم. في فيلم The Terminal، توم هانكس من أوروبا الشرقية أجبر على الإقامة في مطار نيويورك بعد الانقلاب اللي حصل في بلاده، ووقع في حب مضيفة الطيران الجميلة كاثرين زيتا جونز. أما الحقيقة فكانت أن ميرهان إيراني الجنسية، واللي فضل لقب السير ألفريد، أصبح في النهاية لا يرغب في التعامل مع الآخرين. كان دائم الجلوس على كراسي المطار غير مريحة، ولا يستطيع النوم بطريقة مريحة، ولا يتنفس الهواء النقي، ولم يرى السماء لمدة 18 سنة. كان يستيقظ في 5:30 صباحا كل يوم ليذهب إلى الحمام العام ويحلق دقنه قبل وصول الركاب، لأنه لو تأخر هيجد الحمام مزدحم، وكان بيعتمد على كرم الموظفين في المطار في الحصول على وجباته. تم إعادة ميرهان من مطار هيثرو في لندن بعد أن لم يتمكن من إثبات هويته وإحضار وثائق السفر الخاصة به، بعد ما تم سرقته في القطار أثناء سفره، فتم إعادته إلى المطار القادم منه وهو شارل دي جول بفرنسا، ولم تتمكن السلطات الفرنسية في اتخاذ قرار بخصوصه. وفي عام 1999 منح أخيرا أوراق لجوء، ولكن رفض التوقيع عليه بعد أن عاش 11 سنة في المطار، لأنه اعتاد على حياته في المطار. بعدها بسنتين تم نقله إلى المستشفى لمرضه بمرض غريب، وبعد أن تم شفائه تم نقله إلى فندق قريب من المطار، لتكتب بذلك نهاية قصة رجل المطار الحقيقي اللي قضى 18 سنة من حياته في مطار شارل دي جول بفرنسا.